لست مضطرا لأن تحرق الكتب حتى تدمر حضارة ما. كل ما عليك فعله هو أن تقنع الناس بعدم قراءتها. راي برادبوري. هل لازلت تقرأ من الكتب أم أنك تميل للأجهزة اللوحية والهواتف؟ هذا ما كان يخشاه الروائي الأمريكي عندما قال هذه الكلمات: الكتب في عصر السوشيال ميديا. ما الذي تغير؟ مع ظهور التلفاز ومن بعده الحاسوب ولاحقاً الهواتف الذكية، عاشت الكتب عهداً كارثياً وصفه البعض بكره الناس للكتب والقراءة. ففي عهد السوشيال ميديا بات الكثير من الناس يميل للمقالات القصيرة والفيديوهات البسيطة لتعلم كل جوانب القصة. فبنقرة بسيطة على بعض المفاتيح وبعد جزء من الثانية ستظهر لك مئات المعلومات عما تريد البحث عنه، وبالتأكيد سيكون أسهل بكثير من قراءة كتاب طويل لفهم القصة. وأكبر مثال أنك تشاهد هذه المعلومات عن طريق هذا الفيديو حالياً. وفي ثقافة باتت تقدس السرعة والفعالية، أصبحت الكتب غير عملية تماماً. بالأرقام، مع انتشار الشاشات والأجهزة الذكية التي باتت لا تخلو من أي منزل أو مكتب، سجلت الإحصائيات في الأعوام الأخيرة أن 19% فقط من الأمريكيين ما زالوا يقرؤون من الكتب، بينما يستخدم ويقرأ 86% منهم منصات التواصل الاجتماعي. وأثبتت إحصائية أخرى أن معدل قراءة الفرد الأمريكي لا يتجاوز 21 دقيقة يومياً، فيما يقضي أكثر من ساعتين على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي العالم العربي، سجلت عدة إحصائيات أن معدل قراءة الكتب يسجل في متذيل الترتيب العالمي، ويصل معدل قراءة الفرد لربع صفحة سنوياً في الوقت الذي يقضي فيه الفرد العديد من الساعات على السوشيال ميديا. ومع اعتماد الكثير من القراء على الكتب الإلكترونية، بات من النادر مشاهدة شخص يقرأ من كتاب. فهل نجحت الألواح المتطورة بالقضاء على الكتب الورقية؟